بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناة فوحة 1981 فول 2، في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة تشغيل يعني تطبيقات الأندرويد على متصفحك، سواء كان جوجل كروم أو فايرفوكس أو أوبرا إلى غير ذلك، أيا كان هذا المتصفح، عبر يعني المحاكي للأندرويد يعني أونلاين يوفرها لنا يعني الموقع الذي سوف نشرحه في هذا الدرس أحبابي في الله. لذا سوف تقومون بالضغط على يعني الرابط أسفل الفيديو، يعني تشغيل عليه يعني أي تطبيق تريده، سوف تضع يعني الضغط على الرابط أسفل الفيديو سوف يأخذك إلى هذا الموقع. عليك التسجيل عبر الضغط هنا في الأعلى. بعد الضغط هنا في الأعلى سوف تقوم بوضع اسمك، اسمك الثاني، بريدك الإلكتروني، كلمة السر، عدد كتابة كلمات السر الموافقة، وضع العلامة هنا، ثم تضغط هنا وسوف يتم تسجيل. بعد التسجيل سوف يتم إرسال رسالة إلى بريدك الإلكتروني، افتح تلك الرسالة ثم اضغط على رابط تفعيل الحساب. بعد الضغط على رابط تفعيل الحساب ترجع إلى الموقع ثم تضغط على هنا في الأعلى وتقوم بوضع بريدك الإلكتروني الذي تسجلت به وكلمة المرور أحبابي في الله. هذا وضعت الأشياء، تقوم بالضغط على انتر ثم سوف يتم تسجيل الدخول إلى واجهة بهذا الشكل، فيعطيك صراحة مجموعة من الأبعاد لتشغيل يعني محاكي للأندرويد على حسب الشيء الذي تريده أنت شخصيا. لكن قبل تشغيل يعني المحاكي الأندرويد سوف تقوم بسحب يعني التطبيق الذي تريد يعني تشغيله يعني على هذا المحاكي، سواء كان واتساب، فيبر إلى غير ذلك، أيا كان هذا التطبيق أو الألعاب يعني. لهذا سوف تضغط على أبليكاسيون هنا في هذا الخيار، وسوف تسحب هنا الابيك الخاص بالتطبيق، فسوف اعطيكم نموذج على الواتساب. مثلا تذهبون الى الرابط الرسمي الخاص بموقع الواتساب، سوف اضع لكم اسفل الفيديو، اضغطوا على الداونلود لتحميل الابيك الخاص بالواتساب. بعد تحميلها اسحبها الى سطح المكتب او اي مكان يعني على جهازك، فانا شخصيا سحبتها من قبل يعني لدي هنا في سطح المكتب. بالتالي سوف اذهب الى الموقع كما ذكرت ثم اضغط على بروس هنا واسحب يعني التطبيق الواتساب الذي قمت بتحميله يعني. بالتالي سوف اضغط على اوبن ثم تضغطون على كونتيني يعني، ثم تنتظر قليلا احبابي في الله، قد تاخذ دقيقه او دقيقتين حتى يتم يعني تشغيل ان صح التعبير، او يعني اضافه يعني هذا التطبيق الخاص بالواتساب. ونفس الشيء بالنسبه لجميع التطبيقات، فقط قم بهذه العمليه احبابي في الله. لهذا سوف ننتظر فقط بضع الثواني او دقيقتين تقريبا حتى يتم يعني سحب بشكل كامل تطبيق الواتساب الى حسابك على الموقع. طيب الحين يعني احبابي في الله يعني تم سحب يعني تطبيق الواتساب، سوف تختار فقط يعني المحاكي الذي تريده يعني حجمه، فسوف اختار مثلا هذا. بالتالي سوف اضغط على اللونش يعني ثم انتظر حتى يتم يعني تشغيل الواتساب احبابي في الله عليه. انتظر فقط يعني بضع الثواني كما تشاهدون، انتظر حتى يظهر لي يعني الواتساب يعني على اساس مباشرة ادخال يعني الرقم الهاتفي وتأكيده والاستمتاع بالواتساب على متصفحك كما تشاهدون. اضغط على اجري اند كونتوني وكأنك يعني تريد التسجيل في الواتساب، ثم اقوم بمسح يعني بوضع رقم هاتفي يعني زي الرقم الدولي يعني الرقم المنطقة التي تقطن فيها يعني الرقم الدولي الخاص ببلدك، ثم الرقم الهاتفي أحبابي في الله. نعم، ثم اضغط على أوكي كأنك يعني تريد التسجيل يعني في الواتساب، اضغط على أوكي يعني بتأكيد يعني لأنه رقم هاتفك، ثم انتظر قليلا حتى تصلك رسالة إلى هاتفك الشخصي كما تسمعون الحين على اساس يعني تاكيد الرقم احبابي في الله. لذا ننتظر حتى يتم هذا الشريط احبابي في الله ولنعود بعد قليل. طيب الحين سوف اضع الرقم الذي وصلني الى الهاتف، رقم تاكيد الهاتف الذي هو 1421108، هذا هو الرقم. ولاحظوا معي يعني هذا الحساب على الواتساب، اضغط على نيكست ثم انتظر فقط قليلا. نعم يجب عليك وضع الاسم، اسمك في حالة مثلا الحسين، ثم الضغط على النيكست وخلاص احبابي في الله. وهكذا يمكنك
تجربة الواتساب على حاسوبك كما تشاهدون أحبابي في الله. هنا يمكنك البحث عن قائمة الأصدقاء إذا كانت لديك، وإضافة أشخاص أحبابي في الله، وكتابة يعني كونتاكتوس هنا. أشوف إذا كان عندي يعني قائمة، لسه ما عندي قائمة هنا يعني، بالتالي سوف تضيف أشخاص وتقوم بالدردشة معهم أحبابي في الله على الواتساب. فيمكنك فتحه مرة أخرى والرجوع إلى المحاكي وهكذا. يعني أنا شخصيا موجود في مجموعة يعني اسمها واتساب عربي، لكن قائمة الأصدقاء لا تظهر لي، بالتالي يمكنك إضافتهم أحبابي في الله، يعني إضافة أي رقم وكتابة إلي يعني الرسائل انطلاقا من هذا المحاكي. نفس الشيء بالنسبة للتطبيقات الأخرى، فقط ارجع إلى الموقع وقم يعني الرجوع إلى الموقع وقم بالضغط على أب هنا، وقم بسحب يعني اضغط على ابلود اناب يعني هنا مباشرة، واسحب يعني تطبيق اخر تريد يعني تشغيله، تطبيق سواء كان فايبر او اي تطبيق او لعبة. فقد شرحت يعني في احد الدروس برنامج لتنزيل تطبيقات يعني بلاي ستور على حاسوبك، يعني فيمكنك استغلال ذلك البرنامج وتنزيل اي تطبيق تريده على يعني صيغة ابيكا، ثم رفعه هنا كما فعلنا في الواتساب احباب في الله كما تشاهدون الحين عندي أحباب في الله. فهذا هو كل شيء، يعني فقط قم بإضافة الأرقام ويعني قم بالدردشة معهم على الواتساب انطلاقا من متصفحك. أتمنى أن الدرس قد أفادكم، لا تنسى الضغط على اللايك إذا عجبك الموضوع ومشاركته مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع، وزيارتنا دائما على موقعنا دول فيديو دول بونتيغلا 5.com، ولنا على الفيسبوك facebook.com/1981 فول. لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.